جايبه لكم النهارده بقى ماسكارا من الاخر ايسنس. رموش ايه بقى؟ تحسوا كده ان انتم مركبين مساحات كده في عينيكم. للناس اللي ما بتعرفش تركب رموش، للناس اللي مش بتحب تركب اللي هي الرموش اللي هي الدايمه، لان انا ما بحبهاش، لان كل رمش بيركب على واحد تاني عايزه اقول لكم بينزلوا هما الاثنين مع بعض. ما علينا يعني من قصه تركيب الرموش ديت اللي انا مش بحبها، فانا بستخدم الماسكارا دي بس. هي جيت وانا نازله احط منها لقيتها خلصت وعايزه احط ماسكارا ونشفت. بصوا مفيش بقى، عمال احلف فيها مفيش. ايه الحل بقى وانا نازله؟ اتصرف ازاي؟ حاجه بسيطه جدا، هنجيب مج كده ونحط فيه ميه سخنه. نحط فيه ايه؟ ميه سخنه، وهناخد الماسكارا بتاعتنا ونرميها. نحط بقى عندنا الروج بتاعنا، نحط مكياج، نلبس، نعمل، اعملوا اي حاجه نفسكم فيها. عقبال ما ديت بقى نسيبها كده دقيقتين ثلاثه. هوريكم دلوقتي بقى الابهار، هي خلصانه. هوريكم بقى هنحلفها مع بعضينا. تيجي كده ست ناصحه كده، وبعد ما استنيت كده يجي خمس دقايق هوريكم بقى الماسكارا بتاعتي، هحطها قدامكم. المفروض دي خلصان، الستات الجميله بيرموها. هوريكم بقى، يلا بقى احط ماسكارتي الجميله برموشي. بصوا يا جماعه بقت سايحه ازاي، شايفين؟ انا حاسه بيها هنا. بس بصوا بقى اهي اهي، بصوا بصوا، قربوا كده قربوا. بصوا ده من كتر ما هي كده بقت عماله تطلع من بره كاني لسه جايباها. بصوا ساحت جدا، بقت عماله بتطلع كتير اهي. بصوا بقى اول ما احطها ده كتير عليا كمان. بصوا بقى يا جماعه تاثيرها، شايفين انا ايه؟ مش حاطه حاجه اهو. بصوا بقى كتير يا جماعه، طالعه كتيره قوي. ده كاني ده لو انا جايباها جديده ما كانتش كده، عايزه اقول لكم. طبعا انا ايه بحاول ان انا اظبط قدام التصوير. عايزه اقول لكم دي تقعد معايا ايه بقى شهرين ثلاثه تاني على الوضع ده. هخلص العين ديت وهوريكم الفرق ما بين العينتين بقى. لا تقولوا لي رموش دايمه، لا تقولوا لي نركب ونلزق وتقع مننا. ليه ليه يا جماعه؟ ما احنا حلوين اهو، محترمين، ورموشنا جميله اهي، زعافات ما شاء الله. بصوا بقى يا جماعه، بصوا ده انا كده وايه بقى يعني، شايفين؟ بصوا بقى دي، بصوا دي، شايفين الفرق ما بين الاثنين عامل ازاي؟ بس بقى عايزه اتقلها بقى بزياده، اروح احط بقى طبقه ثانيه كده. ايه الجمال ده؟ سوادها مش طبيعي، ثباتها عايزه اقول لكم. بس عشان تبقوا عارفين يعني دي ووتر بروف، مش هنعملها بميه بعد كده، بنحط لها بقى ممكن بمزيل ميك اب، او ممكن انا بصراحه يعني بستخدم زيت جوز هند عشان خاطر امسح بيه. كفايه كده كفايه كده، غرقانه مش عايزه اقول لكم. بصوا ما شاء الله عليها يعني، شايفين الفرق ما بين العين دي والعين دي؟ مش عارفه باين كده عندكم ولا ايه. بس يبقى حل المساكر اللي بتخلص ايه؟ هنحلفها بميه سخنه نرجعها جديده زي ما هي. وبعد كده عايزه اقول لكم حتى لما بتخلص ما برميهاش، شايفين دي؟ باخدها بغسلها كويس وبعمل بيها، بمشط بيها حواجبي، بمشط بيها اللي هي الشعر الرفيع اللي بيبقى جاي من هنا. ما بنرميش حاجه احنا دلوقتي، عارفين بكام دي؟ احنا لازم نجيب اخرها ماشي.